السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. البارح كنت على اليوتيوب وطلع لي مقطع إعلاني دعائي، وغالب الناس يعني إذا طلع له مقطع هو يتابع ببرنامج وكذا تخطي مباشرة، لكن الحقيقة هذا الإعلان كان جذاب، فيعني جذبني إني أستمر في المشاهدة. وش يقول هذا الإعلان؟ يتكلم عن إيش؟ فيه رجل يعني يقول إذا أردت زيادة دخلك بكل سهولة وبكل كذا ما عليك إلا أن تتبع الخطوات التالية. قلت أشوف وش الخطوات التالية اللي يعني تدخل الإنسان يعني دخل مادي وربح وكذا بأقل جهد وبيسر وسهولة بدون بذل مجهود مثل ما يقول الأخ هذا. طبعا عرض الدعاية كان جذاب جدا، يعني يقول لك اجدادنا في السابق كانوا يتعبون وكذا، وجاب صورة جمال وكذا كيف كانوا يكدحون ويتعبون من اجل يتحصلون على المال اليسير، وانت الان بامكانك باقل مجهود من خلال تداولك عن طريق النت وكذا بطريق، وبدا في التفاصيل. يعني قلت له انا عندي طريقة تدخل اكثر مما تدخل انت وايسر مما تذكر أنت، وأنا أقول الكلام هذا جاد، يعني إذا أردت زيادة دخلك أضعاف مضاعفة، أضعاف يمكن راتبك 3 أو 4 أو إلى 10 مرات بأيسر الجهد. أنا أدلك على طريقة، حتى اللي ما عنده راتب، حتى اللي ما عنده راتب لو اتبع الطريقة اللي راح أذكرها لك الآن راح يأتيه المال بكل يسر وسهولة وبطريقة ما كان تخطر له على بال. يا أخواني، بكثرة ذكر الله وبخاصة الاستغفار، استغفر الله ليل نهار، والله طريقة مجربة، ونحن ما نجرب كلام الله ولا نجرب ما قال الله، لكن يعني ليطمئن قلبي مثل ما قال يعني إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي. يعني أنا جربت الطريقة هذه، وأنصح نفسي وأنصح كل من يتابعني وكل من يسمعني بهذه الطريقة. راح أعطيك بعض يعني ما جربته أنا قبل تقريبا شهرين وشوي، يعني أيام الحج أو قبل الحج بشوي، مريت بأزمة كذا مالية وضائقة كذا، واحتجت حاجات معينة كذا، وأنا أعرف إذا مررت بمثل هذه الحالات ألجأ للاستغفار، وهذا توفيق محض من الله عز وجل، توفيق محض من الله، ألجأ للاستغفار، أستغفر الله ليل النهار، وراح أقول لك كيف. والله يا أخوان بدون مبالغة، والله أستغفر وأنا ما أرى في الأفق أي بادرة يعني أو أي بريق أمل، ما عندي أي باب يعني أنتظر منه شيء، يعني لا عندي دخل كذا معين، لا عندي أحد أنتظر منه فلوس، بس ما أدري، بس أعرف أنه راح يجي فرج، أعلم يقين أنه راح يأتي الفرج. والله الذي لا إله غيره، في يوم عرفة بالضبط، وأنا كنت منقطع يعني في بعد صلاة الظهر، أخذت جانب من البيت كذا ويعني عزلت كذا وقعدت أناجي الله سبحانه وتعالى، وأنا في ذاك المكان جالس ويجيني اتصال من واحد من الزملاء القريبين يعني مني، أبو خالد كيف الحال، عساك طيب، هاي تصدقون ما بغيت أرد عليه، قلت الحين بيشغلني هذا، أنا الحين في ساعة مناجاة وكذا، لكني سبحان رديت عليه، يعني عجيب، شيء عجيب، أبو خالد كيف الحال، شعلومك عساك طيب، الله يسلمك يا مرحبا والله. قال أبو خالد أنت قد كفلتني قبل مدري كم، ذكر لي كم سنة في مدري وش، وكان مقدم على قرض في بنك التسليف، المهم مقدم على حاجة معينة، ويقول أنت كفلتني وكانوا يخصمون من راتبك مبلغ معين وأنا سددتك بعض وبقي لك. قلت أيوة. قال الآن لك عندي مبلغ كذا كذا، مبلغ صراحة كبير يعني يكفي حاجتي وزيادة. قمت أضحك، قلت أنت تتكلم من جدك؟ قلت أنت مزح ولا من جد؟ قال لا والله من جد، لكن الآن أرسل رقم حسابك. قلت يا رجل، قال الآن أرسل رقم حسابك وأنا بحول لك المبلغ. قلت يا فلان ترى يمكن غلطان، والله ما أذكر
اني يوم الايام كفلتك. قال لا لا كفلتني يا ابو خالد وانا اذكر وهذا من طيبك وجزاك الله خير، اذا انت نسيت انا ما انسى. واخذ يثني، قلت والله ترى انا ما اذكر يمكن غلطان. قال لا لا ماني غلطان، ارسل رقم حسابك. وارسل رقم حسابي ودقيقه او اقل وتم ايداع يعني مبلغ يكفي حاجتي وزياده. والله الى الساعه الان انا اكلمكم الان وانا والله ما اذكر اني كفلت يوم من الايام. اتاني رزق والله من حيث لا اعلم ولا احتسب، لا احتسب ولا حتى اعلم، ما اذكر الى الساعه اني كفلت. وزد كلمت بعد كذا قال لا لا والله انا كفلتني والاوراق عندي وكذا، وكانوا يخصمون منك يعني من راتبك مبلغ شهري يمكن تقريبا 3 سنوات او اكثر. انا نسيت لحد الان ما اذكر، لكني فعلا عرفت ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يفرج عنك لا يعجزه شيء سبحانه. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يأتيك الرزق من حيث لا تعلم ولا تحتسب، فقط مثل ما قلت لك أكثر من الاستغفار. لكن خلينا نتكلم عن الاستغفار شوي. بعض الناس يقول أنا استغفر وما يعني أحصل شيء. أنا بعطيك فائدة لعل الله ينفعني وإياك بها. يقول ابن القيم رحمه الله أفضل الذكر ما واطأ اللسان القلب. عندما تذكر الله ويواطئ اللسان القلب هذا أنفع الذكر وأبلغه. وأيضا الاستغفار هو ذكر ودعاء، دعاء لله عز وجل، أن تسأل الله أن يغفر لك الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل. فالدعاء إذا ما كان مع استحضار الله سبحانه وتعالى ما يستجيب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا دعاء. أنت الآن تطلب الله وتسأل الله أن يغفر لك الذنوب، اللهم اغفر لي، استغفر الله استغفر الله، بدون أن يواطئ القلب اللسان، بدون أن تعي ما تقول، فاعلم أن الله لا يقبل منك. طيب وش الحل حتى يكون الاستغفار يعني سبب في الرزق؟ وش الحل؟ أن يواطئ القلب اللسان. إذا قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حاول أن تستحضر بعض الذنوب، بعض ذنوبك مثلا، يعني أستغفر الله عن تقصيري في صلاتي، أستغفر الله عن كذا، أستغفر الله، يعني تستحضر أقل شيء تستحضر معنى هذه الكلمة. أستغفر الله عن تقصيرنا في عبادته سبحانه وما قدر الله حق قدره، تستشعر هذه المعاني وأنت تستغفر، وتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وتجاهد نفسك تجاهد نفسك، تجد القلب يعني يذهب يشرد يمنه ويسره، لكن مع المجاهدة مع المجاهدة تجد لذة فيما تقول. الآن عرفنا أن الاستغفار يعني يجب أن يكون بحضور قلب، لكن كيف أستغفر والمشغلات كثيرة، كيف الشواغل كثيرة، كيف ألقى وقت أستغفر فيه؟ هذه طريقة مجربة أنا جربتها، وأنا أقول يعني هذه تجربة، يعني ما أقولها يعني وحي منزل، جربتها أنا. أن تجعل لك زمن محدد، مثلا الآن مثلا الساعة 10:45 تقول خلاص بستغفر إلى الساعة 11 مثلا، ربع ساعة أقفل الجوال وأنقطع تماما. ترى الجوالات هذه هي من سرقت أوقاتنا وأضاعت البركة في كل شيء. إذا جيت تستغفر يعني بيجيك الشيطان بالشواغل، بيجيك الشيطان بالملهيات، يذكرك بكذا يذكرك بكذا. لكن إذا عزمت على نفسك تقول الآن ربع ساعة ما راح أكلم ولا راح أشغل نفسي بأي شيء، أستغفر الله أستغفر الله، كل شيء طالع عليك من الساعة أستغفر. إذا انتهت الربع ساعة ممكن تعطي نفسك يعني إيش فسحة شوي، مجال الكذا، حتى تروض نفسك شوي شوي إلى أن تستطيع أن تلجمها بلجام يعني العزم. يعني هذه من الأسباب المعينة، هي يعني المعينة على كثرة الاستغفار، أن تجعل نفسك زمن ساعة نصف ساعة 10 دقائق 5 دقائق، بالإضافة إلى أن مثلا تعزم على أنك إذا ركبت السيارة ما تمسك الجوال. مو زي الآن، أنا والله ما شغلني الساعة إلا أني قلت خلنا نقول لهم هذه الفائدة، ونسأل الله أن ما يحرمنا. يعني إذا مثلا كنت في السيارة اجعل نفسك عندك قاعدة ما تمسك الجوال من يوم تركب السيارة وأنت تستغفر إلى أن توصل العمل. حتى لا أطيل عليكم، واحرص على ساعة السحر قبل الفجر، ساعة ساعة إلا ربع نصف ساعة، هذه اجعلها استغفار
إلى أن تسمع المؤذن يؤذن. والله ترى عجب، والله ترى شيء يجعلك تستحي من كرم الله. لكن واصل واستمر. هذه خاطرة يعني جالت في نفسي وحببت أن أنقلها لكم. والله لولا أني أخشى الملالة وأنكم تملون لأطلت الحديث، لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقني وإياكم من حيث لا نعلم ولا نحتسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.